هذا محمود. يا سلام على الوحل، يا سلام. وحل ثقيل ثقيل يا جماعة. اخواني نص شوي، ها شوفوا سيستم ابو فواشه، شوف طعم كسبه اخواني ذره. احلى نار صارت. استفتاح يا ايرو اخواني، هاي على الكسبة استفتحنا الحمد لله. الشيف نصرت ابو محمود، هاي وجبة العشاء، الرقب المرقة، رقب محمود رق. اصدقائي تجهيزات الرحلة، عم نجهز الطعم هلا، بدنا نشوي الفشة قبل ما ننطلق. طلعنا على السطح البيت نحن، شوف هاي كان الدنيا ظهر هلا اخواني، الدنيا نار، جو كتير حار، فبعد العصر رح ننطلق على الصيد ان شاء الله. هاي شوف هاي فشتنا. هذا الصياد المخضرم ابو محمود، بعرف اشتقتن له كثير. ايش سوي ابو محمود؟ ايش سوي؟ فشتنا اليوم لونها كتير تبع خروفة مو ابو محمود. رح نشوي كباب اليوم يا شباب، هاي وجبة الغداء. ها حولوا حولوا، ابو محمود يقول الفشة ما تكفي يا جماعة، شوفوا جاب فشة تكفي لعشيرة سمك. تكفي الفشة يا ابو محمود؟ هيك ما تكفي. اصدقائي تنشغل النار تنشوي الفشة، والجو كتير حار هلا، الدنيا تغلي غلي يا جماعة، فبعد العصر رح نطلع ورح نخيم بتشول اليوم ان شاء الله. ابو محمود كوا حمام معبوي على السطح عندنا. ها اي نيت يطلق؟ والله عم ينزلوا هون، عم بيشوفونا عم بيطيروا. راح لن يا جماعة، راح تيصيدن بالله يشوف ما بقى يجي على صيد سمك ابو محمود. اصدقائي الفشة تشوى على الجمر اخواني مو على النار، كرمال ما تحترق جلدتها من برا وتضل من جوا نية. نص شوية رح نشويها ان شاء الله. اخواني هاي صدقة جارية على روح ميمتي، عم نعبي مي للحمامات. خلي الحمامات يذبحوا. شوفوا اخواني لسه بدها شوي، حتى من طرف تاني زي شوية. هذا المنقل مو نظامي اخواني، كتير غامق عرفتن عليه، فالجمر بيضل بعيد عن اللحمة. اخواني هذا الشكل النهائي للفشة، شفت عين كان احترقت من هون لانه المنقل تبعنا كتير عميق، لازم كان نستعمل المنقل التاني اخواني، فاضطرينا نهوي عليها. شوفوا الطرف احترقت وطرف صارت كتير منيحة، عادي مو مشكلة ما بيأثر اخواني. هلا بدنا نقطعها وننطلق على الصيد. اخواني بهالشكل هذا تقطعوها على حسب قياس الابر عندكم، اذا ابر كبار تقدروا تقطعوها اكبر، اذا ابر اصغر تقطعوها اصغر. انا بري كبار شوي اخواني، مثل ما بتعرفوا تم الجري كتير كبير اخواني، فتقدروا تستعملوا بر كبار شوي. اخواني هذا الشكل النهائي للفشة تبعنا، شوفوا شكلتون اخواني، صور لنا الشباب من قريب.
شوفوا اخواني، في منا كبار في منا صغار، شكلت لانه الابر عندنا في كبار وفي صغار. هاي هي كل الفشه اخواني، هاي تكفينا رحله ونص تقريبا، قلنا خلي تكون زياده لا تكون ناقص. صور لنا من قريب معلش للشباب عمو محمود، خلي شوفوا اشلون اخواني نص شوي. ها شوفوا هاي اخواني، هلا تنحطها بالكيس، تعالوا معنا هلا تنطلق على المي اخواني. صار لنا شهر تقريبا ما رحنا، هاي صار 40 يوم اكثر. بربا والله جد تحكي له؟ والله يا جماعة فترة المنع كان نروح أكثر على الصيد أنا وعمو محمود. إيش فيك صرنا فوق 40 يوم لا تحكي. هيا الله أبو محمود لنقص كده يا أخوي. ترى على الغنيمة على الغنيمة على الحرب على الحرب. إخواني زبطنا المعدات، هاي سمينا بالله تنطلق على الصيد، تخيم وصيد اليوم إن شاء الله. أصدقائي وصلنا لمكاننا السري، وصلنا عند المي، الجو كتير حار. وصلنا، صوروا 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 سمانا أبو محمود، صوروا صوروا. شوفوا يا شباب الكاميرا، مو حجل اليوم يا دراج ويا سمانة. ايش حلوة ابو محمود، شوفوا مرة شوي بنزلوا. وقف ابو محمود صبر عنده، نحن مو يطير يا تعرف ايش طاير يا ابو محمود، وقت نزلوا. والله شباب ابو محمود اها طار، طلع طلع، مو تقدر تمسكه ابو محمود، طار دخل على بين الارض الدورة اخواني، طار الدراج شفناه، هذا يسموه طار الدراج، طار والله. ليش ما مسكت الطير؟ ايش طار؟ شو انت تطير وراه؟ كان طرت معه يعني، هو كان اقدر اطير. ايش شفت بالارض ابو محمود؟ اخواني ابو محمود فيه عادي، بس اول ما يجي يعمل تمشيط للمنطقة. شوفوا ايش سيستم بولي مرتب، شاف يا جماعة، شوفوا ايش سمك تنصيد عليه هلا اليوم. مو طويل كتير. ممتاز ويعيفوا هيك. اتركوا عمي ابو محمود، هلا تنحطوا على السنارة اخواني، تنحطوا على الكسبة. يلا ابشر بلش باشر. شيء مثل حسين ولحني زي. صرت عباب راخو ديب تربة. أصدقائي معدات الصيد صار لي ساعة جهز فيهن بصراحة، معدات صار لنا شهر ونص مو طالعين على الصيد، فعندي بعض الأغراض ما نجهزين. هذا الطعم راح نستخدم كسبة، معنا طعم طايف جهزناه بالبيت، معنا بولي وكرات عايمة، راح نكب كلاليب، راح نكب فواشي، هالسيستم للجري راح نكب للصازان كمان اخواني. عندنا درة مثل ما كن شايفين، هاي الاربع سنارات هون اخواني، بركتنا هون اليوم كتير حلوة. السنارات عمو محمود راح يكب كسبة اخواني، والله لسه ما ركبت الابر، كان راح افرجيكن السيستمات راح احطن هلا شوي تاني، راح افرجيكن ياهن اخواني. هاي القاعدة هون اليوم، السهرة هون اليوم، هذا مكاننا، صارت مغرب هلا راح نكب ان شاء الله. اصدقائي جهزنا السنارات، هدول اول سنارتين تبعت عمو محمود، والقاعدة شوفت عينكن القاعدة تجنن. الشباب اللي على يسارنا طلعوا اصدقائنا اخواني، كنا قبل هالمرة التقينا عند المي تعرفنا عليهم، هدول هن سناراتي. انا عندي 5 سنارات اخواني، عمو محمود عنده سنارتين 7، وراح نكبلنا كم كلاب هلا. تعالوا معي بس اخواني قبل ما اكبن بدي افرجيكم نطعم اخواني. كسبة، وهون تحت حاط حبتين ذرة وخرز زي مثل ما كن شايفين، وبرتين كمان هون كمان، شوف ذرة خرز. هذا السيستم للجري اخواني كتير حلو، هذا السيستم جربوه، راح تدعوا لي سيستم ابو فواشة. شوف فواشة بهالشكل هذا، هون حطيت شقفة رصاصة صغيرة عشان تسحب الخيط لتحت، ابرة كبيرة ومع فشة. اصدقائي هذا السيستم تقدروا تستخدموه بمحلات اللي فيه تعليق، في حجر وتعرفوا في جري، ما بتعلق الابرة ابدا. هون سيستم رصاصة وابرتين اخواني مثل ما كنتم شايفين، ابرة تحت ابرة
فوق الارض وحل. شفت عينك هذا السيستم كمان من السيستمات كثيره حبن اخواني بسيت الجري. شوفوا رصاصه شبر مسافه وابره مع فشه حطيت هون اخواني. حطيت كسبه مثل ما انتم شايفين مع كرات بولي كره صفراء. حطيت حبه دوره كمان هون. بالعاده انا احط دوده كمان اذا في بس اليوم دود ما معنا ف حطيت دوره. سنارة عمو محمود طعم كسبه اخواني ودوره مثل ما انتم شايفين. وهون كذلك الامر كمان الطعم كسبه اخواني حطينا ومن تحت فيها دوره. هاي شوفوا عمو محمود شافها بالارض سحبنا كثير سمك فيها بس سمينا بالله تعالوا هلا تنكبها. بسم الله الرزاق يا رب سمينا بالله. هاي اول سناره من اليسار راح ابلش اخواني. قرب شوي معي ما مش عمو. عيون الشباب الطيبة شو نزلت يا ابو محمود؟ طلعتوا لي كيزة نزلت على 100 راح بسم الله الرزاق يا رب. قلنا بلكي المي تنزل يا جماعة نخلص من الوحل ولكن مكتوب علينا انه تعالوا معي اخوة. شوفوا لي هالحلاوة يا جماعة. شوفوا هذا السيستم احتمال ما ينزل كثير لبعيد. معلش اخواني ما في داعي تكبوا لبعيد. الجري راح يقرب على القراق وغمق المي كثير منيح كمان. قرب معي شوي معلش عمي مغدر. ابو ابو يلي ايش هذا ابو محمود؟ ولا تنسير وحل اليوم يا اخوي. ابو محمود جاي متقم بالقندره وما بده قندرته تصير وحل. يا سلام على الفن. ايش هذا ابو محمود؟ يا سلام على الوحل. يا سلام كثير وحل وياه. اصدقائي هون على يمين السنارات كمان شفت عينكن كبيت 3 كلاليب. استخدمت السيستم اخواني. هاي تقدروا تحطوا عليها 9 كلاليب. انا بس 3 كبيت كرمال خيطاني لا يدخلوا ببعضن. شفت عينكن حطيت عليهم زناقل. هذول صوتن مختلف عن صوت السنارات مشان اول ما يضرب اخواني اعرف انه هون ضرب. يا جماعه شوفوا عم بشوفها من هون. هذا بالطوافه حطينا له. الله وحل كثير يا وحل ثقيل ثقيل يا جماعة. لما اسحب اجري بالزور عم تنسحب اجري منه. والله يا محمود تنكب سناراتنا وما بقى نمد ايدنا عليه. لا تقول لي جدد لطفاً. ايش هالوحل يا شوفوا يرحم ابوك فرجين الجزمة. طلعوا اخواني صار وزنها 13 كيلو. وحلوة كل محل وحلوة. ليش هذول الكسبة يا اخواني هذول تنكبن وما راح نمدن لو يضلوا للصبح كمان. تعرفوا كسبتنا ما بتذوب بسرعة. شو الواحد يا ابو محمود
الشباب على يسارنا كمان بس كسبيك ابو اخواني جايين يصيدوا كار لحد الان عندهم كمان يعني معداتهم كثير منيحه اخواني سناراتهم كثير مرتبين والسيستم تبعهم اللي عم بيستخدموه بصيد الكار بيشبه كثير السيستم تبعنا لحد الان ما نقر عندنا ابدا بس تعرفوا الكسبه بدها وقت لبين ما تدوب بالماء هون ما في وحلة محمود والله راحت احلى من احلى شيء راحت بعد من تبعي لانه سناراتك اطول يا ابو محمود تروح بعد ولا نفس الزتات عم بزت راحت احلى زتي راحت والله حرام على هالزتي هاي وضرب وطرح حرام يرجعوا فاضي ابو محمود اي والله يا جماعه شوفوا بربكم طلعوا كم كيلو صار وزنها ابو محمود لا صار وزنها طن طن هذا أول واحد عم ينقر أخواني في كسبة طبعا شباب لملمنا شوية حطبات هلا بدنا نكسر هالحطبات بدنا نبلش نطبخ بدنا نعمل أكل عنتر ميت سالي قالوا أنت أقوى من عنتر أنت أبو محمود هاي اخواني جمعنا شوية حطبات معنا جرة غاز طبعا بس الاكل على الحطب بيصير اطيب وانت ابو محمود انكسرت والله بس هيك شي 17 دربة تانية تتنكسر هي 17 دربة تانية لابد ما تنكسر ليش في شي عند ابو محمود ما ينكسر يا هون زي في خشبات شباب شوفوا هدول زي هلا تنشيلن تيشتغلوا كويسين لقى هاي صعبة يهديك اصعب شخفة ذاتها قال صعبة ورك في شي صعب على ابو محمود ياو يكفون له الاكل لو ابو محمود ايش تقول؟ لا تنكسر أب محمود فطران ثلاث مرات اليوم يا جماعة أنا جاي لسه أنا مو أكل غير شوية عنب وجبس ميت من الجوع فأب محمود فيه طاقة هلا جيب تنشيل هدول كويسين هدول يشتهروا منيح ما في غيرن هون هدول حطباتنا كيف ما انكسرت عايزة عالم كنت جابون مع انكبونها ايه جيبك حياكم شباب هاي حطباتنا صاروا جاهزين طلع تجوا وشربوا حشيج زي هون هذا محمود الله طلع ما بدنا فين الله يعمر بيتن تركوا لنا حطبات اصدقائي تعالوا نسوي هميس هلا أين شغل النار أبو محمود؟ شغله هوني هون إيش راجع طب؟ هوني هون نعمل له حفرة بس لازم عشان إذا صار ما صار هوا إيه حتى
هاي كمان اخواني كرمال الهواء لا يضرب الجمر، لا يضرب الماكن. صار شيء على العالم صار. ترى شايفة تشتعل لحالها ماشي، بس دول الناعمين خليه يشتعلوا. حي الله شباب. طيب رح نعمل كن هميس هلا على كيف كيوف كن. لازم الكبار هالطرف كان نحطن ونحط الصغار الهواء من هونيك عم بيجي. بس ما يسرق اشتا هلا تشتعل لحاله. حي الله الشباب. طيبة احلى نار صارت. تعال تعال نجهز الاكل ابو محمود. اصدقائي اليوم بدنا نعمل اكله مميزه، بدنا نعمل مرقه، مرقه على قولات اخواننا الشواية. بدنا نعمل مرقه بس شغل فقاري. ها عالم تعمل لحم خروف. بدنا نعمل فروج اخواني بالمي، هميس نسميها هميس نحن بلهجتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلتها مقليلة هاي انجخت تكفيني يا ابو محمود. لا لي ما بكفي. شي طيب. هاي تسوطون سمك. اليوم طلعنا رحلة يا جماعة، ما طلعنا نصيد. كفي حطها كلها وخلص. لا لا يكفي اخواني. اكلة سهلة جدا بسيطة. كبيت الفروجة، كبيت المي فوقها، تحطوا شوي ورق غار اخواني. هيك تتحط بلا ملح، تسوي اكل بلا ملح. مو هلا لا هلا هلا خليها. هاي اخاف النار انا الجمر يروح يبخش البراد تبعنا ولا يا ابو محمد. بسم الله كفي يا ابو محمد. لا تملحها هيك. كفي 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 كفي. وتحطوها على النار اخواني. ها طبخه صارت جاهزه. شوفوا اخواني، جيب الطراب لهون. شوفوا بطل يضربوا هواء للنار. ها خلاص صورها من قريب للشباب. طيب خلي حط ابو محمود اخواني. هاي طبخه شوفوا، فروجه وملح ورق غار. حد الشيف براق يعمل هالفنة. هيك ممكن حطيناها على الغاز مو احسن فيه. بدنا نشغل النار بتشول يا ابو محمود. النار لها ونسي. ها السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون قلت؟ هاي دنجي ولا خشك باشا؟ لا والله برا دايم. شو كنا؟ شوف. يا تسقلي نفسي. ها؟ لا بخودي. أنا ما. حط البصلات كمان. يا
أنا جدي معلم مطعم إخواني، مطعمنا معروف مدينة القامشلي، مطعم الحاج يونس سألوا عنه بالقامشلي، أشهر من النار على العلم. والوالد كمان معلم مطعم، أخذ الصنعة من جدي، بس أخوك أنا بغسان شوي ساعة بدي فت خبز موضوع الطبخ وهيك. تنشوف اليوم تنطبخ للعم محمود، خلي يعطينا رأيه بمعلميتنا، تنشوف خلي قيمنا من على 10. فاحت ريحة الهميسة، لا تيجوك تعال باب محمود، تيجيك الطبع هلا. خلي يجي دبعت لحني دبعوني تنطبعوا. قال دبع لا يا ابو محمود، يدبع 60 دبع. اللي على باله لا يحرم حاله يا جماعة، حولوا. نارنا تكفي نقول إن شاء الله له. نارك تشوي 4 خواريف على هالنار أبو محمود. يا سلام يا سلام. الشيف أبو محمود سيد من عمل هميس. يا إخواني عم نقطع شوية خضروات كمان مع الأكل. معنا جبنا عصير معنا كمان. بركة عالمية. الشيف نصرت أبو محمود. خلاص. خلاص أبو محمود. التقلي. أبو محمود حط لمساته السحرية على الأكل يا جماعة. هاي الهميس إخواني، قلنا لكم هميس هاي نسميها هميس الأكلة. طبعا تعملوها بلحمة خروف تصير أطيب. نحن عملناها شغل فقراء شغل دراويش اليوم، الحمد لله الله يديمها نعمة علينا وعليكم. بالفروزة طيبة تصير مو هيك أبو محمود؟ طيبة يا أخي. إخواني هلا بدنا نكب البصلات. بسم الله. أوه على هواء طيب يا جماعة. عمي أبو محمود قال بدنا نعملها على الغاز. إبربكن النار مالها ونسيبت شون، يعني شوفوا هيك عطت أجواء للرحلة النار له، والطبخ والشاي وعلى الحطب بيصير له نكهة أطيب الأكل يا جماعة. الحطبات عز الطلب، كفونا وبزيادة كمان إخواني. مو نعمل كاس شاي على الحطب أبو محمود؟ يو خلي يصير أكلنا هون في محل تنحطه وإشخه. مو نلحق. جيدانك معك وين؟ ايه يلا اخواني هلا نظبط كاس شاي كمان، بدها شاي على سيرة الشاي. طلعوا يا جماعة ما سواه حلو ابو محمود. لا والله. حط الظروف فيو. شاي العم محمود اخواني، شاي قشاق على كيف كيوف كان العم محمود. طبعا بس شوفوا الماركة تبعه واشتروا شاي اخواني، لانه من جماعتنا، زلمة صاحب خير معروف كتير، مشهور اكتر من نار على العلم. كل شهر رمضان يوزع، يعني زلمة خير وسابق معروف. كل رمضان يجينا منه 7 دستات. هاي كاست شاي. عم تروح على اليمين السمكة. ما عني شي، خلي تروح. بيري مو كويس والله. سنارتك شوي، سنارات القديمة تسحب سمكة وزنها كيلوين، تقول وزنها 10 كيلو. ياو حجمها كويس أبو محمود. ليش دائما سمك غير على سناراتنا الانتيكة مو يضرب؟ يخلي يضرب يا اخي، خلي نستفتح فين. سانكي نمز انا. زيزة غزيرة كله. سانكي تدريقي يا با تدريقي بالات يا ما في نمز انا. انا والله تهدي باي باي ما انا باشو ولا باشو بسم الله. استفتاحية مب ولا حي الله شباب. طيب استفتاحية ايرو ابو محمود، ما هي اللي شفتها بالارض؟ لا واه.
والله انا موري شفتوا واحده في الارض. لا هي مو من هالسفره تبعتي اخواني. هاي على الكسبه استفتحنا الحمد لله اول فرخ. فرخ كارب مرتب ما شاء الله. اول فرخ نما زنن يا ما سي ما زن لين اخن يا نادير نيسا ما استفتحت فرخ. محمود دبرهم برجيبهم. ها وديت اثرت عشتين يا يم يجي وقتهم ما كيف تشيل معلش فيك. شباب هاي وجبة العشاء سوينا هميس مع شوية خضروات. هذا الخالب محمود ربع قالمو جوعان وهلا تيقضي عليها قبل كلياتنا. اي والله بالشباب طيب يا زيجة وتنتعشى سوا نحن والشباب. قرق خوش جيبوي نزانم كاباغ نحوجي افال برد دستي تي بخودير محمود تدبيقيتش برادية درخستية انتي جميلية. يا جماعة عمي محمود قضى على كل يوم ما خلالنا شي. شوفوا فضة طنجرة ما شاء الله قال مو جوعان انا. ها يا جماعة قالوا اب محمود جوز نيفر جيمي وباب نرفر وش فالا كريم ما شاء الله. صح اب محمود صح صح عافية به. يا جماعة مو فاضي يحكي حتى شوفوا قاعد يضرب اب محمود. طيب صار طيب صارت يا بلا مزح له. نفال يشتغل يره دفي تجي. جماعة جابلنا عصير وامبيد وما حدا يعرف ايش عصير هذا جبتوه بمحمود. 5 ليرة عصير سوينا 10 لتر شباب ابو 3 ليرات مو 5 ليرات زي. حاولوا يا جماعة حاولوا والله الاكل صار شغلة بالله. رق بالمرقة رقب محمود رق. حقي ناني تنور بنا مرو تيدهو الكربة. اش خطت يا على 10 اب محمود؟ 100 على 100 100 بلا مجاملات. ها والله صب يا شاي. شاي صار قهوة مرة اب محمود من كتر ما غلا والله. اطيب اطيب نسيناه على الجمر يا جماعة غلا شي نص ساعة. يدينا شلون نخسر العمر. اب محمود جاي على العرس يا جماعة ما يقرب على القراغ المي مشان قنظرته لا تتوسخ. جاب جزمة معه وما يلبسها مشان لا يروح يقرب يصير واحد. يا جماعة شوفوا ايش بهدلت بهدلنا بالله عليك انلو. شوفوا حظنا حوالينا مسافة هيك شور رب العالمين وهنيك كمان شول. صاحبنا ابو ارض الدرة سقى المي المي ما نزلت غير محل ما نحن حاطين المد. اقسم بالله العظيم اول ما جينا قلت لعمي ابو محمود قلت بالليل هدول يسقوا درة بالليل بعرف يطلعوا يسقوا. قال لا ما بقى يسقوا قرب موسم الحصاد ما بعرف شلون. شوفوا عمو ابو محمود كان نايم بالسيارة اخواني وانا رحت كبيت كلابين بمساويتنا القديمة هنيك فوق شغل 300 متر لفوق وانا راجع. شوفوا شفت هالمنظر الحلو هذا طلعوا بالله عليك ما حدا داعي علينا يا جماعة. هاي صارت مي خالص هديك صارت مي خالص. ضبينا كل الاغراض طالعنا السيارة اخواني. السيارة لو ما لحقها المي ينزل هيك رح يصير وحل. سيارتنا كان رح تعلق هون ما كان بقى تطلع. يلا الحمد لله الحمد لله كله خير. هاي سناراتي هون شفت عنك
احتمال هلا ننقل لطرف اليمين اخواني لمحلنا القديم، محل كنا نجي نصيد جري. ايش نسوي؟ الحمد لله رب العالمين. اصدقائي تعالوا نفرجيكم صيد اليوم قبل ما ننهي الرحلة. متفرجين السمكة على الكاميرا عمي ابو محمود. الشباب هاي صيد اليوم سمكة سمكة كارب وحيدة سازان. تتنظفها ابو محمود؟ والله احسن يبا مو احسن يبا. والله نظفها خلاص منها. ليش ميتة؟ ليش مو بالمي كان؟ والله ميتة اخواني. هاي السمكة اللي صدناها انت نتوقع وزنها ما بعرف. شوف هاي هي ضربت معنا بالليل اخواني بمحلنا القديم اللي قعدنا اول مرة. ابو محمود اليوم نسي سكينته بالبيت يا جماعة. ايش بهدلت بهدلنا اليوم ابو محمود؟ يا من دعا علينا ياو؟ والله العظيم تقول في حدا دعا علينا قبل ما نطلع ياو. لازم يشوف يسوي لنا حل شيء. والله العظيم ياو ايش هاي ياو ابو محمود؟ والله لو حدا داعي علينا مو هيك ياو. ولا نقراي ياو ولا نقراي ياو. مو حرام بيرحل اليومي يا جماعة؟ هذا محلنا اللي جينا له تاني مرة. قسم بالله ما كنا نلحق صيد، كنا نجي نصيد جريات بس المي كتير كان نزل اخواني. المي كتير صار قدامنا في زل كتير، ففي تعليق كمان صاير بالمكان، فما توفقنا اليوم الحمد لله. مع مرة هيك ومرة هيك يا ابو محمود بدك كل مرة تطلع لازم تصيد يعني؟ روح خليه ياكلون هلا تيجي الثعلب. اشتيلاتو تشوالي انا قلتو استفتحنا قلتو تنعبي تشوالي ابو محمود. يا اخي والله العظيم نقر ابدا ما صار ما صار. اكو ما بقى يلزمها غسيل زي ابو محمود، هما ساوي وديها على البراد حطها. يا جماعه اكو غسلها بالخرقه مو تضربها تمليحه ولا ما في داعي. لا لو ما يسيبها شيلوك ورايحين على البيت نحن. لا لو ما يسيبها شيلوك ما يلزم اخواني. بالعاده ايام الحر الواحد يرش رشه ملح على السمك كرمال لا يخرب، بس هلا رايحين على البيت نحن. الساعة الدنيا الصبح ما اشتدت الحرارة. هاي سمكتنا اخواني. ابو محمود اشوف ربعت من جديد. ابو محمود ايش القصة اخوي؟ يا اخوي دخل عني ختامها مسك. اذا حدا جابنا تشابلية يبين معنا. لا جابونا تشابلية تشابليات مو تشابلية. لا جابونا تشابليات. حاولوا البطيخ لنا ناس يا جماعة ختامها مسك. والله ريحتها طيبة. اي والله بطيخ اناناس كله فيه ريحه ابو محمود، شرط تكون فيه طعمه طعمته تكون طيبه. ريحتها فاحت ياو ابو محمود.
حاولوا يا شباب حاولوا. يمزح معكن ها. خلوكم انه يمزح معكن. ايش حولوا حولوا. تقولها على تقولها ميسو على الحميس ما قلنا على نحولوا ضربناه. الحميس ايش يقولوا لأب محمود بالشام مثلا بلبنان بدول الثانية؟ نحن عندنا يسموها مرقة في من الشوايا. تعال يا اخوي تعال 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 تعال. اعطيك بس اللي. كل انا ضفص. مدحش عليه. الله يريح حتى طيبه بقى اموره. دوغ اب محمود اذا مو طيبه مشان لا خرب طعم تمي. علاش يا ابوي مو تخرب طعم تمك؟ ضربنا هميس يا اب محمود. خلاص اب محمود اعطانا اوكي يا شباب يعني طيبه معناتها. يلا بخاطركم شباب حولوا تنضرب بطيخ ونشد على البيت. جت طيبه ولا تضحك علي؟ لا والله طيبين. واه منين نقاها اب محمود؟ انت لا له بلا مس. مع بعض نقيناها يا جماعه. اول ما رحنا اب محمود مديدوا عليه قلت له اي هاي اب محمود. اصدقائي شفت عينكن البارحة بالليل بهدلنا خوش بهدليلة مع صاحب ارض الدرة هون. اخواني هاي ارض الدرة اذا شايفينها فتح بدو يسقي الارض المي تبعه كله اجى على الاغراض تبعنا. شوفوا دول فرشتهم هون كرمال ينشفوا. عدنا بعض الاغراض تندهوا اخواني. فهلا ضبضبنا السنارات اصدقائي وبدنا ننطلق على البيت. قلنا على برودة بدنا نرجع على البيت. اليوم يبدو انه في حدا كان داعي علينا. يلا الحمد لله على كل حال نشوفكم برحلات قادمة. الى اللقاء اصدقائي. شوفوا هذا ملخص الرحلة. ملخص الرحلة علقت سنارة ابو محمود. يلا اخواني الى اللقاء نروح نطالعها. باي باي.